ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. الله على هذه الأجواء الرائعة في ملعب إيليا أرينا، واحد من أبرز الملاعب الأوروبية يا جماعة، شيء غير عادي ما نشاهده في هذه الصور. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. ماركوس لورينتي لاعب مهم جدا في وسط الميدان، لديه قدرات كبيرة في افتكاك الكرة من الخصم، لكنها ليست ميزة الوحيدة بالتأكيد. بالنظر إلى قوة البدنية هو أيضا يملك رؤية رائعة في الملعب تساعد على تحريك فريقه للأمام. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يحاول أن يلعب كرة بينية، تدخل حاسم لقطع الكرة، وكرة عرضية. الآن إمكانية المرتدة، مرابط أملاح يوسف النصيري، بوفال وصلت إليه، تحكم غير عادي بالكرة. كارفاخال يبعد الكرة، موراتا يطلق الكرة، ماركوس يورينتي يرفعها عالية. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يفضل العودة بالكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. يورينتي، كرة من جهة اليمين، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. إسبانيا يعتمد على الجانب الأيمن في صنع الفرصة والاعتماد أيضا على العرضيات من هذه الجهة. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. من الواضح للجميع أن الدفاع مكشوف في هذه الجهة، من الصعب الإجابة على كيفية إيقاف هذه الجبهة من صنع الخطورة. وهذه رمية جانبية، هنا كرة رأسية وعرضية من جديد، لم ينجح في إرسال الكرة العرضية، يسيطر على الكرة. بوفال كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. بوفال كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. داني أولمو، داني أولمو، باو توريس، رودري، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كارفاخال يلعب كرة بينية، يورينتي والعرضي، موراتا لم ينجح في تحويلها داخل المرمى. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يحاول لعب الكرة إلى الأمام بدون مخاطرة، يعود بالكرة. كارفاخال انطلاقة من جهة اليمين، موراتا محاولة أكثر من رائعة.
يحصل عليها داني أولمو. يورينتي مرت الكرة. داني أولمو. نصيري. حكيم زياش. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. بوفال كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. حكيمي يبعدها. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. داني أولمو والتسديد. كرة خطيرة ضاعت بجوار القائم الأيسر. كارفاخال. مرت الكرة. موراتا. الله يا ولد يا ولد يا ولد، لقطة غير عادية، تصريح قوي من اللاعب في أرضية الميدان، هدف يخليه يقدم المزيد في مباراة اليوم، يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع من المعنويات. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط، هذه سمات اللاعبين الكبار. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. مزروعي. طابت حكيم زياش. يلعب كرة على اليسار. لا يوجد مرور من هنا. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. يلعب كرة عرضية داخل 18. الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكبر وجه، حتى لا نرى أكثر من كرة عرضية من هذه الجهة. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. على الدفاع أن يضع الأولويات الآن من أجل هذه المساحة والخطورة التي تأتي من هذه الجبهة. تحرك بقوة هائلة، قد تكون هذه فرصتهم. القرار هنا إلى ركلة زاوية. المغرب ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. فيران توريس. المغرب من البداية تأخر في النتيجة وفي وضعية سيئة، هذا هو أسوأ سيناريو ممكن لبداية مباراة. من البداية تطارد الخصم وتحاول أن تعدل النتيجة، ضغط كبير بصراحة على الفريق، يجب أن يكون عنده شخصية كاريزما مميزة يتمكن من قلب النتيجة. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. جوردي ألبا. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. يلعب كرة للجانب الأيمن. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. بوفال. يوسف نصيري. بوفال. بوفال. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. بوفال لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة.
باو توريس. نتيجة لا تعبر ابدا عن وضعية الفريق بالتأكيد، لأن المباراة فيها ندية كبيرة، كل شيء وارد حدوثه. مرابط، يوسف انصيري، بوفال، زياش، كرة إلى الأمام، حكيم زياش كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم، كثير من التمريرات الخاطئة. رمية جانبية إذن، مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. الضغط كان عليه قوي جدا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فاتت ومرت وصلت إليه، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، يلعبها على اليمين، يلعب كرة عرضية، جوردي ألبا ظهير طائر في الملعب، يعرف كيف يتحرك في الدفاع والهجوم، هكذا الظهير وإلا فلا. حكيم زياش يستقبلها في وضعية جيدة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة بوفال، لعبة على الطائر جميلة لكنها للأسف ضاعت. أكرد، مزروعي، أملاح، يوسف انصيري، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ رودري، كارفاخال، كرة طولية إلى الأمام، ينجح في المرور، كرة عرضية. إسبانيا يعتمد على الجانب الأيمن في صنع الفرصة والاعتماد أيضاً على العرضيات من هذه الجهة، واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. من الواضح للجميع أن الدفاع مكشوف في هذه الجهة، من الصعب الإجابة على كيفية إيقاف هذه الجبهة من صنع الخطورة. تغيير الملعب بشكل إيجابي للأمام، يبحث عن المهاجم، اللاعب يستلم، انصري، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. انصري قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، أملاح، مرابط، مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. مرابط يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. دفاع ينجح في بعض الكرة عن منطقة الخطر، المغرب ومحاولة مع المرتدة، الهجوم تحول الآن إلى جهة أخرى، أملح، مراتا، فيران توريس، الكرة ملعوبة من مسافة، حكيمي يلعبها لمنطقة الخطر،
كرة خطيرة على اليسار، ثم كرة عرضية، عرضية لا تمر، تخرج إلى ركنية. جوردي ألبا يلعبها قصيرة، لعبة عرضية إلى داخل الثمنتاش. الآن محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب، بينية تمر إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. داني أولمو جوردي ألبا يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقاف اليوم. جوردي ألبا يلعب رمية التماس، استلام جميل الكرة، ويلعب موراتا، محاولة جيدة لكن هدف ضيع الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. مشاكل كبيرة في الدفاع، واضح أيضا أن المدرب سيواجه أزمة كبيرة جدا في هذه المباراة بسبب دفاعه. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل، كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة، عدت الكرة، بوفال ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. موراتا، الله على هذا التألق لحارس رائع موراتا. نعم حاول أن يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. ملعوبة قصيرة من جوردي ألبا يستلم الكرة من الخلف، الآن فرصة لهجوم معاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر. حكيمي نصيري سيحاول استلام الكرة، قد تكون هنالك شوية مساحة خالية. أملاح بوفال، المغرب أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. هدف رائع بعد تمريرات جميلة، سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين أفراد الفريق. نقل الكرة هنا يبدو سهل ولكنه يحتاج إلى عمل كبير. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة، مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافية. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، حصلوا على رمية جانبية، داني أولمو تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة،
ركنية قصيرة. جوردي ألبا، ضربة رأسية، تصدي رائع جدا من الحارس، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. جوردي ألبا يلعب كرة قصيرة، الآن محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب، يسيطر على الكرة، أملاح، بينية جميلة، قد تكون هذه فرصتهم. عرضية، يقطع الكرة، يلعب كرة للجانب الأيمن، باو توريس تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. فيران توريس، الكرة تصل إليه، يشتتها بعيدا، لمسة على اليسار، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. زياش عند المساحة الخالية على الطرف، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، أملاح، فرصة خطيرة، يلعبها على طرف الملعب، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. جوردي ألبا، إيقاع جميل على الجهة اليسرى، وهذه كرة رأسية، أوه تصدي غير عادي من حارس المرمى، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، رمية جانبية، تمريرة جميلة في المكان الخالي، كارفاخال يستقبلها في وضعية جيدة، يصوب كرة إلى خارج المرمى، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. يستعيدها لابورتي، تحكم رائع في الكرة، تغيير لاعب على الجناب، مرابط، انصيب، الله على الهدف المغربي، وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل.
المغرب متقدم بفارق هدف الآن. كارفاخال، يورينتي، بينية رائعة، يلعبها داخل ال 18، تم إبعادها بشكل جميل. عرضية فيران توريس، فعلها وسجل كرة في الشباك. لم يتأخر الفريق في تعديل الكفة، ينجح في إدراك التعادل. تمريرة حاسمة مميزة جدا هنا، هذه العرضية سهلت من مهمة الضربة الرأسية. تسديدة رائعة، الكرة وهي في الهواء مثيرة للإعجاب. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. عودة سريعة، تمكنوا من إدراك هدف التعادل قبل أن تخرج المباراة من بين أيديهم. يحاول فيران توريس محاولة تسديد أخرى. كرة إلى الأمام، رودري، تلعب الكرة إلى الأمام، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يورينتي، يورينتي، لمسة بينية، مساحة خالية على الجانب. أملاح، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. لابورتي، داني أولمو، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمر ويلعب كرة بينية، الكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. لم تكن اللمسة النهائية جيدة. الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطع الدفاع. كرة طويلة للأمام، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعب كرة عرضية، يلعبون ركنية قصيرة. جوردي ألبا يستلم الكرة من الخلف، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الكرة لخط الوسط، رودري، داني أولمو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. جوردي ألبا يلعبها في المساحة ويلعبها إلى داخل ال 18، عرضية خارج الحسبان. مرابط، موهبة كبيرة، فنيات عالية، حريف، ممتاز في التمرير. الآن فرصتهم للمرتدة، والآن يلعبها ببراءة.
تشتيت الكرة. يورينتي بدون مخاطرة يعود بالكرة. إسبانيا ينقل الكرة بشكل سريع. يورينتي على تنفيذ الخطأ. يلعب كرة على اليسار. موراتا لعبة رائعة داخل منطقة. موراتا أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى، لكنه في النهاية لم ينجح في التسجيل. وينجح في استعادة الكرة السريعة. لابورتي يتسبب في احتساب المخالفة. مزروعي مرابط فيران توريس وصلت إليه. خسر المواجهة أمام خصمه. يلعب الكرة إلى الأمام. داني أولمو فيران توريس رودري إسبانيا موراتا ضربهم كواهم أحرق مرماهم. ينجح بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء المغرب لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. إسبانيا محاولة لصنع هجمة من خلال كرة طولية لكنها لا تنجح، ولكن أيضا أمر مبشر خصوصا أنها المرة الأولى في الشوط الثاني. إبعاد الكرة مطلوب هنا. حكيم زياش كرة من جهة اليمين. أملح يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كرة عرضية. محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. مزروعي يوسف انصاري نقل كرة إلى الأمام. فرصة خطيرة جدا. لمسة على اليسار. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين.
بوفال، حكيم زياش. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. فيران توريس، الله ما أروع هذا المرور، هذه المهارة العالية. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر. لابورتي لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. بوفال يلعب العرضية. هذه هي المحاولة الأولى في الشوط الثاني عبر القلب. رومان سايس يتسبب في خطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. حكيمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. ماركوس يورينتي، ضغط قوي وينجح في استعادتها. فاتت ومرت وصلت إليه. رومان سايس يشتت الكرة. يورينتي ينجح الدفاع في إبعادها. داني أولمو، مرت الكرة بشكل جميل. بوفال، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة، لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. يلعب كرة على اليسار. يورينتي كرة طولية من الحارس، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يتعثر ويفقد توازنه. يوسف نصيري، تمريرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يورينتي يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. رومان سايس شتت الكرة بعيدا. محاولة تسديد. يا له من تصدي من حارس المرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. رأسية مذهلة. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم. جدار عازل أمام المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يبحث عن المهاجم. حكيم زياش. أملاح. داني أولمو يرتكب مخالفة واضحة جدا. يورينتي يحاول أن يلعب كرة بينية. كارفاخال في كرة خطيرة إلى الأمام.
الانطلاقة كانت جريئة، لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع كسب الرهان على حساب الهجوم. زياش، بوفال يستقبلها في وضعية جيدة. بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. يلعب كرة عرضية داخل 18، تمريرة بعيدة كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. حكيم زياش وإنصاري، قابل الكرة بشكل جيد لكن كان يحتاج إلى دقة أكثر، إلى تركيز أكثر. كارفاخال، المغرب يحاول إيجاد طريق للعودة في النتيجة في شوط المباراة الثاني. يرفعها داخل 18 وستكون هنا رمية تماس. يلعب كرة بينية، تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. كرة عرضية بدون تركيز. إسبانيا ومحاولة مع المرتدة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى، يلعبوها للأمام. يفضل العودة بالكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها. دفاع كانت له الأفضلية. مرت الكرة، داني أولمو، يورينتي، داني أولمو، كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ يلازمهم اليوم. داني أولمو لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع. القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. بينية رائعة، عرضية داخل منطقة الجزاء. يورينتي، أفقد خصم التركيز، التوازن. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. بوفال الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم. تقدم للأمام دائما أمر جيد. الآن فيه لعب هجومي. تلعب الكرة إلى الأمام، فيران توريس. فيران توريس كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف. رودري يلعبها على اليمين، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. تصدي ممتاز من حارس المرمى. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل.
جوردي ألبا يلعب كرة قصيرة. هذه لعبة خطيرة هنا. إسبانيا ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. الآن إمكانية المرتدة. بوفال تلعب كرة جميلة. سدد كرة جميلة. يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. نجحوا في معادلة النتيجة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى. نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. مرابط يبعد الكرة عن مناطقه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعبها لمنطقة الخطر. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. بينية جميلة. كرة خطيرة إلى الأمام. مزروعي. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة. كرة كانت في منتهى خطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. داني أولمو. فيران توريس. مرت الكرة بشكل جميل. موراتا لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. توريس. رودري. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. مدرب لم يغير حتى الآن. قد تكون الحلول من الخارج. الكرة الأرضية إلى المنطقة. صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمل. بوفال يلعب كرة للجانب الأيمن. الله، مرور غير عادي. ينجح في المرور. كرة عرضية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب كرة طولية إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. ويلعب كرة عرضية. يبعدون العرضية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. الكرة للأمام. فيران توريس يستلم الكرة من الخلف. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. تدخل جميل واعتراض أجمل. قد تكون هذه فرصتهم. داني أولمو يلعبها على طرف الملعب. جوردي ألبا.
كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. يفقد توازنه. اعتراف رائع للكرة. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يحتسب الحكم ركلة حرة. بإمكانه إبعاد الكرة، وهذه رمية جانبية. في الوقت المناسب يتدخل. يورينتي، كارفاخال. مهارة غير عادية بالكرة. فرصة هجوم معاكس. لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط. ينطلق بنجاح. رابط يتدخل بشكل قوي. إبعاد الكرة. تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. كرة من جهة اليمين. كرة مراتا. فشل في أن يقابل كرة بطريقة صحيحة. مشاكل دفاعية كبيرة جدا. هذه الكرة بالذات يتحمل الدفاع مسؤوليتها ليتاح فرصة للمرور للفريق الخصم ولاعب الكرة العرضية. أملاح. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. كرة عرضية الجانب الآخر من الملعب. لمسة بينية. هل ينجح في المرور؟ ماركوس يورينتي يلعبها على اليمين. لعبة كرة رأسية. كرة ترتد من القائم. إسبانيا يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. يورينتي. موراتا يتلقى الكرة. موراتا موجود لإبعاد الكرة. داني أولمو يمر يلعب كرة بينية. كرة عرضية. خلص الكرة. فرصة أخرى. رومان سايس قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ماو توريس مهارة غير عادية بالكرة. يلعب كرة عرضية داخل 18. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة. أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. أملاح. المغرب يظهر شخصيته في الدقائق الأخيرة، يؤكد أنه غير راضي بالتعادل ويريد أن يخرج منتصرا من هذه المباراة. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. واضح من شراسة الفريق أمام المرمى أنه يريد الخروج منتصرا في الدقائق الأخيرة. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة.
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. زياش مرابط، إمكانية تسديد أملح، داني أولمو بدون مخاطرة يعود بالكرة، يحاول لعب الكرة إلى الأمام، تدخل في توقيت حاسم. بمبدأ الأمان يعود بالكرة، يرسل كرة إلى الأمام، باو توريس يبعد الكرة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة تعود للخلف، يلعب كرة للجانب الأيمن، ماركوس يورينتي، رودري يستقبل كرة في وضعية ممتازة، يلعب الكرة إلى المنطقة. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار، الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. زياش، يوسف انصيري، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل، من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. تدخل غير عادي ويقطع الكرة، فيران توريس، بوفال، والآن بوفال، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. رودري، داني أولمو، جوردي ألبا، فيران توريس، يورينتي، ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا، تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. تدخل قوي هنا، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، أملاح، مزروعي بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل، من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة، يلعبها في المساحة، يورينتي، حكيم زياش يرتكب مخالفة واضحة جدا، إنذار مستحق في رأيي. كرة تصطدم في القائم، يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا، تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. ألفارو موراتا، الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل، من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. يلعب ضربة رأسية، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. حلو المحاولة بفدائية كبيرة لكنه فشل في استغلال الفرصة. لا
لمسة على اليسار، حكيم زياش يرسلها عند القائم البعيد. احتكاك، اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. ضربة حرة مذهلة، مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. بعد هذا التحول في النتيجة، هل يمكنهم المحافظة على تقدمهم؟ الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم، لديه حلول كثيرة الآن. فيران توريس، الكرة داخل الشباك، والتعادل يأتي. نعود مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. يجب أن نشيد بصناعة الهدف لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل الهدف. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. لابورتي، جوردي ألبا، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فيران توريس يخترق من اليسار، يلعب الكرة، هي ركلات الترجيح. إذن لم ينجح أي من الفريقين بالتفوق على الآخر قبل صافرة النهاية. لم يتبقى لنا إلا ركلات الترجيح، الحل الأخير لمعرفة من سيفوز اليوم. وصلنا بعد ندية كبيرة في الملعب، نشوف الإثارة أكبر، ستكون من نوع آخر من ركلة الجزاء ومن علامة الجزاء. ركلات الترجيح اللي فيها التوتر والأعصاب ستكون مباراة أخرى بعد حين لكي نعرف من سيفوز. مع انتهاء المباراة بدون فائز، سنلجأ إلى ركلات الترجيح. ركلات الترجيح أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة، في الحقيقة عنده شخصية عظيمة. فيران توريس، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة، راحت سهلة إلى حارس المرمى. خبرة كبيرة، تفوق من حارس المرمى، تركيز غير عادي. وكرة في القائم، كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى.
لتصبح النتيجة هدف لهدف. يتقدم المسدد الثالث، ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. الدور الآن على ثالث اللاعبين، يضعها على يمين الحارس، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة، أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. التعادل 3-3. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، إسبانيا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. إسبانيا لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. هذه فرصة للعب دور البطولة. الآن الدور على اللاعب السادس، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. إسبانيا عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. والآن تشتعل المباراة بهذا الهدف، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. الآن حان الدور على المسدد السابع، بالعبة كانت قريبة جدا من الحارس. هذه لحظة لا ينصح بمتابعتها لأصحاب القلوب الضعيفة. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه.